كل أنواع البشرة تحتاج إلى برنامج يومي للتنظيف والتخلص من الشوائب، وأيضا الحصول على أو من أجل الحصول على بشرة نضرة، وبالإضافة طبعا إلى تجنب أو العوامل الأخرى كالنوم والغذاء الجيد. فما هي طرق التنظيف والترطيب الصحيح للرجال والنساء من أجل تحقيق ذلك؟ الإجابة مع دكتور حسن كلداري، أخصائي الأمراض الجلدية. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح الخير دكتور. هلا دكتور، إذا يعني لما نتكلم على طريقة، نبتدي بطريقة التنظيف اليومية الصحيحة، إيش هي بتكون؟ إيش الأساسيات حقها؟ إحنا قبل ما نعرف أصلا طريقة التنظيف لازم نعرف أصلا شو طبيعة البشرة. لازم كل شخص يعرف طبيعة بشرته، لأن عشان إذا عرفنا طبيعة البشرة نقدر بعدين نختار طبيعة الغسول المناسب لها البشرة هذه. فإذا كانت البشرة بشرة جافة فلازم نستخدم غسول يعني للبشرة الجافة، وإذا كان نفس الشيء حق البشرة الدهنية. فإذا عرفنا هالشيء هذا خلاص بعدين كل الأشياء، كل المحاور هذه خلاص تمتلئ من عندنا. المحلات عادة بيعملوا هذا النوع من الاختبارات، يقول لك إيش نوعية بشرتك هذه، قد إيش مدى صحتها، أنا أحس فيها شوية يعني. المحلات شو يبون أصلا، هدف المحلات أن يبيعون فلنا بياعين هذين. فلازم اصلا الشخص يروح عند طبيب مختص اوكي للبشره عشان يعرف بالضبط شو طبيعه بشرته. واغلب اصلا احنا اغلب بشراتنا اما تكون خصوصا هنا في المنطقه، اما تكون اللي هي نوعا ما ميكست احنا نسميها بقان تيزون، ولا تكون مايله للدهنيه شويه خصوصا دهنيه مو جافه. لا احنا بشرتنا بشره الوجه عاده دهنيه شوي، بشرتنا هنا في الجسم عاده تكون شوي جافه، لكن اغلبها دهنيه. طيب شو ابرز الاختلافات في الاهتمام بالبشره بين الرجل والمراه؟ طبعا مع الاهتمام المتزايد اللي نشوفه من الرجال صح. في يعني المحافظه على بشرتهم. صح حيث تلاحظين ان اغلب الحين اغلب الرجال صار يعني كثير مهتمين بالهندمه والهالاشياء هذه. فبشره الرجل غير عن بشره المراه، بشره المراه شوي حساسه اكثر. بشره الرجل عاده تقدر تتقبل بعض الأشياء بل بعض المستحضرات نقدر نستخدمها من غير أي مشاكل. بشرة الرجل عادة تكون مايلة للدهنية أكثر من بشرة المرأة، لأن عادة أصلا الدهون الموجودة لإفرازات الدهنية لها علاقة أصلا بالهرمونات، هرمونات الذكور. فطبعا يعني طبيعة الذكور بتكون بشرة دهنية شوية أكثر. طيب إذا نعود لسؤالي الأول حق البعد، لما عرفنا نوعية البشرة ورحنا اشترينا الأشياء الصحيحة أو المستحضرات الصحيحة، إيش هي الخطوات الأساسية؟ هل ضروري أصلا هذه المستحضرات؟ ما تنفع بس الصابونة والموية الفريق الأول بدل ما الواحد يدفع؟ لا لازم واحد يدفع. لا هو شوفي الأحسن شيء تبين الصراحة هو صح الماي، إذا كان خصوصا الماي الفاتر شوي زين وبس كفاية إذا كانت بشرة طبيعية. لكن إذا البشرة كانت دهنية ولا شوية جافة لا يحتاج بعض الغسولات المناسبة. فطريقة الاستخدام أصلا لازم مرتين في اليوم، مثل أنا دائما أخبر الناس أقول لهم بالضبط مثل كيفك تفرشون أسنانكم، نفس الشيء الصبح وفي المساء نفس الشيء، فعندكم في الصباح وفي المساء. فطريقة الاستخدام عادة يعني إذا كان الشخص يستخدم يدينه يحط شوية ويحط بالماء على حسب طبيعة الغسول ويمسح بدنها. يحط شو؟ الغسول نفسه الكلنزر. ففي بعض الغسولات أول شيء تنحط بعدين تنشل أوكي بالقطنة اوكي، ولا تنحط اول شيء في الايد مع الماي بعدين تتمسح في الوجه. طيب دكتور هناك انواع عده من انواع الغسول، في الجل، في الماي، في ملك، في فوم. صح. اي واحد يعني يناسب اي بشره؟ على طبيعه بشرتك. عاده الملك تكون عاده حق البشره الجافه فنوعا ما ترطب في نفس الوقت، اما الفوم ولا الجل يكون فيه نسبه كحول شويه فهي حق البشره الدهنيه لانها تسلب شويه من الدهون والافرازات الدهنيه. والفوم اللي هو يكون عاده يعني مع البشره الدهنيه. مع البشره. واستخدام الصابون في الغسل غلط، دائما يقول انه يسبب جفاف اكثر. اي بالضبط، لان يعني دائما لو تلاحظون كل الغسولات مكتوب عليها سوب فري. ليش سوب فري؟ لان الافرازات الدهنيه اصلا اللي تصير يعني في الجسم اذا استخدمنا صابون عادي راح يعني نسلبها، فتصير البشره مايله للجافه، اذا صارت جفت بزياده تصير بعدين حساسه. فما نستخدم هذا الصابون. طيب دكتور ايضا هناك يعني من المستحضرات اللي ينصح بها يعني مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين هي السكراب، الاشياء اللي يكون فيها حبيبات، هي ينصح بها ولا ايضا يفضل انه الشخص مثلا يروح سبا او منتجع؟ في اشتريت واحد امس. والله اوكي جربتيه ولا لسه؟ لسه ما جربتيه لسه. لا هو الاشياء هذه اللي فيها الحبيبات هاي اذا مره على طبيعه البشره مره في الاسبوع مو مشكله. طبعا هاي بالعكس هذا يعني يساعد انه يعني الشخص يتخلص بعد من الترسبات الموجوده في الجلد وحتى على الطبقه الخارجيه الميته اصلا، فنحاول احنا يعني نشيلها. بس هي للمراه
والمرأة والرجل. لا لا في انت يعني بعرف ليش يعني بس للمرأة ولا للرجل؟ لا للمرأة تحط ميك اب يعني في ترسبات اكثر من العوامل الطبيعية يعني. اوكي ما عادش حق الحالة هذه. والله دكتورة صرت يا وحيدة. لا انا تعلمت شيء، اذا 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 مرأة قالت لي شيء بس ما اقدر اتعامل ان شاء الله. لا لا شكرا انت دكتور. دكتور تعالى كل يوم الحين عندنا. الان في كمان صار شائع انه الاجهزة يعني زي هذا الجهاز اللي هو يعني كده بيكون انه الواحد بيحطه على وجهه وبيفرك يعني فيه. طب هل هذا افضل من السبونج او ايش السبونج بالعربي؟ السبونج العاديه. الزين في الجهاز او احيانا اليد الايد زين. الزين في انت لاحظ تشوف الجهاز وتشوف فرضا اصابعك، اصابعك هنا عندك خمسة في الطرفين، فلما تغسلينها عاده ما في بعض الاماكن ما تتنظف عدل فتم فيها مثل ترسبات شوية. مع هالجهاز هذا على الأقل أنت يعني نوعا ما تتأكدين أن المنطقة كلها تنظفت. فإذا عاملين، عامل اليد وعامل الجهاز يعني بيكون. أنا أستخدمه مع الفون لأنه أحسه يعمل. شو شو تحسين؟ أنا مستخدمه إيش رأيك؟ واو ما شاء الله ما شاء الله اللهم لا حسد يا دكتور. طيب هل ممكن بما انه هي ذكرت موضوع الاسفنجة، لان انا مثلا عندي تساؤل الاسفنجة تحديدا كم عمرها الافتراضي ان هي تتبل يعني كم ممكن تطلع؟ احنا هي عاده نخليها تم حوالي قريب يمكن على حسب طبعا الاسفنجة، لكن بين الشهرين لثلاث شهور لا اكثر من هالشيء هذا. مثل فرشه الاسنان، مثل حتى هالجهاز هذا بعد البراش لازم يتغير. يتغير انا صار له سنه. صار له سنه عندك البراش؟ لا لازم تغيرينه. بس واحده اصغر يعني. انه كويس يعني بنطفه كل قد ايش تتغير؟ لازم كل ثلاث شهور. كل ثلاث شهور مثل فرشه الاسنان. طب والاسفنجه اخر شيء قلنا كم؟ كل بقى نفس الشيء حاولي هي لان الشيء يصير اذا خليتي هالاشياء هذه ترى عندك فطريات في الحمام صح. فتتجمع هناك وتدخل السفنجة. شكرا على هالمعلومة. هل الرجل عنده شيء زيادة لازم يعمله عن الاشياء هذه اللي انت ذكرتها؟ هل عنده شيء مخصوص لتنظيف وجهه؟ انا تنظيف بشرته؟ لا هو هذا اغلب شيء نفس كل شيء نفس الشيء. طب الرجل اللي عنده لحية؟ على حسب اذا كانت لحيته كبيره يعني شويه. أي. اذا لحيته يعني بس ينظف في الاماكن اللي ما فيها شعر، ولا هناك كمان في اسلوب للعنايه بالمنطقه اللي زين؟ هو ترى اذا كانت لحيته خفيفه زين عادي نفس الغسول اللي يستخدمه عادي يقدر يغسلني في المنطقه هذه اللي هنا مو مشكله. اما اذا كانت لحيته كبيره فدائما لما يتحمم لما يستخدم الشامبو لازم بعد يعني يحممها بعد شويه ويغسلها بالشامبو. إذا افترضنا أنه إحنا يعني اتبعنا الخطوات اللي أنت ذكرتها هذه بشكل يومي مرتين في اليوم، هل برضو يحتاج الواحد يروح عند زي سبا متخصص لتنظيف البشرة؟ وإذا إذا لازم يروح كل قديش؟ أنا أقول لك أنت الشخص اللي يروح الجيم زين مرات يتمرن لحاله صحيح. أوكي مرات لازم مرة يمكن في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع يكون معاه مدرب. فهي نفس الشيء اذا كان راح السبا هذا انا اعتبر تجددين البشره لكن معها استخدام مختص معين صحيح. فهذا يساعد انه بعد نوعا ما يدفع للبشره ان تحافظ على نظارتها. الاستخدام اليومي هذا شيء احنا نسميه مينتننس، لكن في بعض الاشياء نسميهم كنترول اللي تساعد بعد بزياده. فطبعا لازم من فتره لفتره لازم الشخص يروح. يعني قديش الفتره هذه نقول؟ دائما انا اخبر كل مريض لي لازم دائما حوالي كل 6 اسابيع لازم يجي عندي انا شويه، اما مسوي له فيشل معين فيشل طبي معين ولا نسوي له مثل تنظيف معين للبشره. بلغت شوي في 6 اسابيع يعني خليها 6 شهور يمكن. 6 شهور؟ لا 6 شهور اللي بتشوفها. انت لو قعدت معنا نص ساعه بزياده ما اعرف ايش حيصير فيك. كل ما غير كل ما كل شيء ينصدم فينا واحنا ونهتم ببشرتنا. سنه ما غيرت البراش و6 شهور عندي جلسه. شكرا اكيد على نصايحك دكتور حسن كلاداري اخصائي الامراض الجلديه ضيف صباح العرب. أهلا من جديد، وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم نوتة على السطر مع الزميل جميل ظهر. صباح الخير يا جميل. صباح الخير. بونجورين. رح نبدأ معك مع موضوع يعني البرنامج الذي يتراقبه الكل، Arab's Got Talent يوم السبت المقبل.